الله يساعدكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم المنسف الاردني على اصوله، خطوات بسيطه جدا. شوفون طريقه التحضير ونرجع نجرب المنسف الاردني. الله يساعدكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نسوي المنسف الاردني، ونفس ما نقول دائما على اصوله. راح استخدم لحم الغنم، عندي هنا كتف غنم قسمته الى اقسام، لا صغيره ولا كبيره، بالعظم مالته. وهنا راح استخدم التمن المصري. بالمنسف الاردني ما يستخدمون غير التمن المصري. وهنا عندي جميد، وما ادراكم ما جميد، هذا نفس ما نقول احنا بطل الفيلم. هذا الجميد يستخرجوه من حليب الاغنام، يصير شكله حجري بهذا الشكل. بالاردن يسموه الجميد الكركي، انا جبته من تركيا، نقعته قبل يوم كامل على مود يكون عندي سهل بالاستخدام. واذا ما توفر عندكم الجميد، تقدرون تحضرون الطبخه باللبن العادي، ما عندكم مشكله، هواي يحضروا باللبن اذا ما توفر الجميد. وهنا أنا عندي بصله صغيره مقسمها الى 4 أقسام صغار، 4 فصوص ثوم. وهنا أنا عندي كركم وكاري لحم، نص ملعقة بنص ملعقة خبطتهن سوية. هنا أنا عندي هيل، هذه كلها راح استخدمها للحم، وورق الغار. وهسه المواد كلها جاهزة عندنا، نبدأ نحضر الطبخة. راح نجيب جدر، بالأول نسلق اللحم. دائما نسلق اللحم لمدة 1.5 ساعة إلى 2 ساعة حسب نوعية اللحم راح تستخدموها. بس نخلي اللحم بجدر ونخلي عليه مي حار. نفس دائما بكل فيديو أقول لكم تخلون قريب عليكم مي حار، جدرية تفورون بيها مي حار قبل لا تطبخون على ما تستخدموها لكل الطبخة. خليت فصين ثوم، ورق غار، وشوية بصل، وننزل المي الحار ونخليه يفور لمدة 1.5 ساعة إلى 2 ساعة حسب نوعية اللحم. وهنا أنا عندي الجميد، نفس ما قلت لكم نقعته قبل بيوم، يعني نقعته بالليل واستخدمته على غدا، فتت بيدي هيجي. بعدين أجيب، تستخدمون خلاط أو تستخدمون محضرة الطعام بهذا الشكل. راح نخلط الجميد بهذا الشكل لحد ما يذوب عندنا كله ويصير مثل اللبن بدون أي إضافات. وهنا أنا عندنا جدرية نزل بيها سمنة بلدي، يمو عندنا نخلي البصل، ثوم، هيل، ورق الغار، نحمسهم شوية. وبعدين نبدأ ننزل اللحم. سلقت اللحم تقريبا لمدة 1.5 ساعة، طبعا كل شوية شيكه لحد ما اشوفه انه استوى وياي والامور تمام. نذب المي مالته ونبدأ نحمسه شوية. بعدين نبدأ نضيف البهارات، الكاري والكركم، ونحمس اللحم زين. اهم شي الحمس، احنا الكلمة هاي العراقية من تقول له احمس يعني حتى الاكلة تشتهيها. نبدأ ننزل الجميد، ونفس ما قلت لكم عندكم لازم دائما المي الحار تنزلوه. نغطي اللحم تقريبا ونعوفه لمدة 1.5 ساعة إلى 2 ساعة هم نشيكه كل شوية. نضيف الملح، تخلوه على نار تقريبا لا هي عالية كلش ولا هي ناصية. طبعا بالأول تخلوه على نار عالية من يفور عندكم، فتشي بسيطة تنسوه، تخلوه على نار متوسطة. نخلي القبق ونعوفه على النار. نجي هنا لمرحلة التمن، فار عندنا المي، نبدأ نسلق التمن، ننزل التمن ورا ما غسلناه ونقعناه شوية. نفس ما قلت لكم التمن المصري اللي هو حبايته تجي قصيرة مو البزمتي، لأنه هذا التمن وخاصة لازم ينسلق ويصير بهاي الطريقة للمنسف الأردني. نضيف الملح، نحركه شوية، ونجيب صبغة الزعفران فتشي بسيط
فتشي كلش قليل خليها. نحرك التمن ونخليه يفور كل شوية، نشيك الحباية مال التمن لحد ما تكون عندنا وسط، يعني لازم تكون شوية مايعة مو كلش قوية. نقبقه ونعوفه على النار. نبدأ نجهز الصينية مالتنا. نخلي بالأول خبز الصاج. هذا الخبز يجي خفيف شوية مع الشاورما يسووا على الصاج. نجهز الصينية مالتنا بهذا الشكل، نخليه خبز الصاج ونبدأ ننزل التمن ورا ما استوى عندنا. نفس ما تشوفون التمن شوية يجي لين. هذا التمن الأصلي مال شنو؟ مال المنسف الأردني. ورا ما جهز عندنا التمن وزعناه بهذا الشكل، نبدأ ننزل اللحم. ننزل قطع اللحم ورا ما استوى عندنا، تقريبا انا خليته ساعة وخمسة واربعين دقيقة، ومنك هم سلكته ساعة ونص، يعني صار عندنا تمام. وانتو لازم تشيكوه طبعا حسب نوعية اللحم اللي تستخدموها، اهم شي تسلقون اللحم ويكون عندكم طريقة مرتبة، او تستخدمون جدر الضغط اذا اللحم قوي عندكم. نضيف الفستق وشوية خضروات، تخلون كرفس تخلون كزبرة بكيفكم. وهنا نضيف شوية سوب، خلون اللبن اللي فورتو بيه اللحم، لبن الجميد فوق قطعة لحم، وتسمون بالله. إذا جربتوا المنسف الأردني راح تدمنون على هاي الأكلة المميزة. الأردن يسوون المنسف الأردني كل جمعة، شلون إحنا مرات نسوي سنفج أو دولمة أو أكلة عراقية مميزة يوم الجمعة، الأردنيين يسوون المنسف الأردني كل جمعة ورا الصلاة. من يخلصون يا يروحون إلى مطاعم اللي تسوي المنسف ويأكلوه، يا يسووه بالبيت. المنسف الأردني طريقة سهلة نفس ما شفتوا، والكل راح يقدر يسويها. طعم طيب وريحة طيبة وشكل خرافي. إذا عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم طريقة تحضير المنسف الأردني، لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد وبطبخة جديدة. تحياتي لكم.